من رام الله تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية. دكتورة تمارا، يعني رؤيتك وتحليلك للأوضاع الحالية في منطقة الشرق الأوسط وما ستؤول إليه في ظل التطورات المتسارعة سواء على صعيد غزة أو اليمن. بداية أسعد الله صباحكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل كلما كان هناك استمرارية العدوان على قطاع غزة من قبل إسرائيل، وهذا الأمر سوف يؤدي بالفعل إلى عملية التطور في التوسع في جغرافية المعارك، بمعنى هذه الجبهات المفتوحة التي تعتبر محدودة الجغرافيا، بمعنى الضرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبالعكس صحيح على الحوثيون، سواء كان في المنطقة اليمنية أو منطقة الحشد الشعبي في العراق أو المنطقة السورية. أعتقد كلا الأطراف عندما يتم رمي الكرة إلى ملعب الآخر في عملية الضربات المحدودة الجغرافيا، أن هذا الأمر لن يكون هو فقط ضربات محدودة، هي سوف تتوسع إذا استمر العدوان على قطاع غزة. استمرارية العدوان على قطاع غزة طبعا جاء لأكثر من نقطة. أولا، الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة مصمم على إطالة الحرب، وإطالة الحرب هذا يعني إطالة الجبهات الأخرى، سواء كان متمثل بالواقع اليمني كونهم أشاروا نحن لن نوقف الواقع التهديد المتمثل بتهديد السفن الملاحية التجارية إلا إذا كان هناك وقف إطلاق النار على قطاع غزة وإدخال المساعدات. فيما يتعلق أيضا الجبهة الشمالية المتمثلة بجنوب لبنان المتمثلة بحزب الله، أيضا حزب الله كذلك أشار إلى ذات السياق، يجب وقف إطلاق النار على قطاع غزة. ثم النظر إلى سياق المفاوضات، كونها أن حتى هذه اللحظة أن سياق السباق المحموم ما زال حتى هذه اللحظة راهنة فيما يتعلق المفاوضات التي يقوم بها ويستمر بها المبعوث الأمريكي هوكنشتاين، لكن حتى هذه اللحظة واضح تماما أن الانطلاق المتدرج لفتح جبهة في المنطقة الشمالية موجودة. لكن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين خلال الأسبوع الجاري سيكون له أكثر من ملف، الملف الأول وهو يتعلق بعدم فتح إسرائيل لأكثر من جبهة، كون أن الانطلاق يأتي من المستوى الأمني والمستوى السياسي للحكومة اليمينية الائتلافية، وطبعا هذا الأمر لا يروق لإدارة البيت الأبيض كون انها غير معنيه بفتح هذه الجبهات، معنيه تماما بعمليه ازاله التهديدات لكن ليس بالطريقه التي يريد ان يفكر بها الكيان الاسرائيلي وهي الحرب الشامله. يعني الولايات المتحده الامريكيه معنيه بعمليه استخدام الضربات العمليه النوعيه المعقده او العسكريه في ضربها للقوات التي يتم ضربها او للقوى المحور المقاومه التي يتم ضرب القواعد الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط. فباعتقادي سيارة وزير الخارجية يمكن لها في هذا السياق، ناهيك أن هناك سياق آخر وهو يتعلق في صفقة التبادل أو صفقة إخراج المحتجزين الإسرائيليين، بالمقابل يمكن هناك هدنة مؤقتة لفترة مؤقتة، بالإضافة أن زيارتي إلى السعودية سوف تكون لها متمثلة بواقع عملية أن السعودية يعني أشارت لأكثر من نقطة هي مستعدة لواقع تصديع، لكن بالمقابل يجب أن يكون هناك ترسيخ دولة فلسطينية، وهذا ما أصبح في التصريحات المؤخرة للولايات المتحدة الأمريكية أن يجب أن يكون هناك عملية ترسيخ دولة فلسطينية. طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى هذه النقطة لأكثر من نقطة، أولا هي الآن في سباق الانتخابات الأمريكية ودائما الديمقراطيون في نهاية حكمهم يشيرون إلى هذا النقطة ولكن غير صادقون، لكن هي تريد أن تضغط على التيار الصهيونية الدينية المتمثلة في الحكومة اليمينية الائتلافية حتى يدير المعركة الحرب على قطاع غزة كما يريدها البيت الأبيض وليس كما يريدها نتنياهو، بالتحديد فيما يتعلق بالواقع الإنساني والواقع المدني. لكن نقطة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى دولة فلسطينية حتى يتم بالفعل هي إشارة لعملية إعطاء نوعا ما من المرونة والليونة، لكن هي حتى هذه اللحظة لو أرادت أن تشير إلى ترسيخ دولة فلسطينية لأرادت أن ترسخ هذا الأمر في قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي وإقرار الدولة الفلسطينية، وهذا يعتبر ملزما لواقع إسرائيل. لكن حتى هذه اللحظة كل الإشارات هي عبارة ما زالت مناورات سياسية ليس لها علاقة بالأفعال بوقف إطلاق النار بشكل نهائي على قطاع غزة، وليس لها علاقة بتشكيل دولة فلسطينية حتى على مستوى الجبهات الأخرى، على ما يبدو هم يريدون إزالة التهديد المتعلق بالقوى المقاومة، لكن حتى هذه اللحظة يستخدمون الضربات النوعية العمليات النوعية المعقدة أو الأمنية فيما يتعلق بالاغتيالات، لكن هي حتى هذه اللحظة لم تتطور إلى
حرب إقليمية شاملة في منطقة الشرق الأوسط. يعني كثير من المحللين يرون أن إسرائيل جرجرت أمريكا إلى حرب إقليمية في المنطقة، لكن بالتأكيد الولايات المتحدة تدرس أي قرار قبل اتخاذه. ما هي برأيك مخططات الولايات المتحدة في المنطقة مع قيامها باستهداف مناطق في اليمن؟ طبعا هي الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنها تعارض نوعا ما إسرائيل، لكن لا تعارضها في كثير، بالتحديد في النقاط الأساسية. النقاط الأساسية الآن المتفق عليها بين أمريكا وإسرائيل وهي إزالة التهديد المتمثل، سواء كان بالمقاومة الفلسطينية حركة حماس، سواء كان بإزالة حزب الله، سواء كان بإزالة التهديد المتمثل بالواقع اليمني، حتى على مستوى التهديدات المتمثلة بكتائب حزب الله في العراق أو على مستوى أيضا منطقة سوريا. هم حتى هذه اللحظة متفقون على هذا السياق، لكن هم غير متفقون على آلية العمل. بمعنى أمريكا لا تريد أن تفتح الحرب الشاملة، تعلم تماما أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خسائر اقتصادية ويضر في مصالحها، بالتحديد في قواعدها الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط، بالتحديد في منطقة الخليج سوف يضر بها. وناهيك أن حتى هذه اللحظة هناك الإسرائيليون وبالتحديد نتنياهو معني بفتح هذه الدمى، بالتحديد في منطقة حزب الله. لماذا هو معني بفتح حرب في منطقة جنوب لبنان؟ هو يريد نتنياهو والمستوى الأمني المتمثل بجالنت معني تماما بإبعاد حزب الله إلى أكثر من 10 كيلومتر، يعني ما بعد النهر الملتاني وأكثر من ذلك. هم يريدون أن يقوموا بعملية منطقة أمنية عازلة كما يحدث الآن، كما حدث بالأحرى حدث في قطاع غزة. الآن هناك منطقة أمنية عازلة في المنطقة كيلومتر من المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة. هم يريدون الآن إزالة التهديد المتمثل حزب الله بعمل منطقة أمنية عازلة ثم إعادة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي كانوا يسكنون بها قبل السابع من أكتوبر. لذلك الفكرة الأساسية هو يجتمعون عليها بإزالة التهديدات لقوى المحور وعملية تقليص هذه الأذرع في منطقة الشرق الأوسط. طبعا هي الأساس في هذا السياق أن إيران هي من تدعمهم، لكن إيران لا تدخل بشكل مباشر إلى هذه الحرب، هي تحرك الأذرع المتمثلة بالحوثيون والحشد الشعبي وحزب الله والحماس وإلى ما ذلك. لكن في نهاية المطاف أمريكا معنية بتقليص هذا الأمر بطريقتها الخاصة وليس بطريقة نتنياهو التي يجرها إلى حرب إقليمية شاملة. باعتقادي أمريكا سوف تستخدم الضربات العسكرية لإزالة التهديد الحوثيين وبالتحديد في منطقة الباب البندب البحر الأحمر، كما أن هذا يضر المصالح الاقتصادية لكل المنطقة بشكل برمتها، ليس فقط إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وليس أيضا فقط الدول الحليفة من المجتمع الغربي، أيضا هناك ضرر للدول العربية، وبالتحديد أن هذا الممر يعتبر ممر لإيصال الواقع التجاري من منطقة البحر الأحمر إلى منطقة البحر المتوسط. وأعتقد أن إزالة هذا التهديد سوف يأتي بضربات مستمرة من أمريكا وبريطانيا على إزالة التهديد المتمثل بالحوثيين المنطقة اليمنية. فيما يتعلق المناطق الأخرى سوريا والعراق أيضا سوف يتم استمرارية الضربات حتى يتسنى بالفعل إرسال رسالة لإيران أننا سوف نقوم باستمرارية الضربات إلى أن يتم إزالة هذا التهديد بشكل مباشر. فيما يتعلق حزب الله، حزب الله علاقته مع إسرائيل ليست الولايات المتحدة الأمريكية، علاقته مع إسرائيل، إسرائيل سوف تزيد هذا التهديد إما بالواقع العلاقات بالمفاوضات أو الواقع السياسي أو عن طريق، إذا لم تنجح هذه الخيار ينجح هذا الخيار سوف يكون عن طريق خيار الحرب، الذي حتى هذه اللحظة هناك أصبح وجود أكثر من فرقة وأكثر من 100,000 جندي إسرائيلي في المنطقة الشمالية. هذا إشارة أنهم متجهزون لهذه الحرب، نظرا أن الألوية التي تم سحبها من قطاع غزة وأيضا الاحتياط الذي تم سحبه من قطاع غزة الآن هم متواجدون الآن في المنطقة الشمالية شمال فلسطين المحتلة. نعم، مع يعني استمرار هذه الضربات، التظاهرات التي تخرج في العالم كله للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وهناك تظاهرات في إسرائيل أيضا ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بوقف هذا العدوان وإتمام صفقة تبادل الأسرى، برأيك كيف تحلين موقف نتنياهو نفسه من هذه التطورات وهذه التظاهرات المستمرة ضده في إسرائيل نفسها وتصريحاته بأنه مستمر في هذه الحرب أو في هذا العدوان لتحقيق حتى تحقيق الأهداف؟
صحيح بالفعل، يعني أولا كان يوم أمس تظاهرات قدر عددها ب4000 مواطن إسرائيلي، طبعا طالبوا نتنياهو بإخراج المحتجزين الإسرائيليين بأسرع وقت، وأيضا طالبوه بانتخابات مبكرة. أعتقد أن هذه الفئة بالنسبة لنتنياهو هي تعتبر صغيرة، يعني لا تؤثر على القرار المستوى الأمني أو المستوى السياسي. صحيح هو يعمل عملية ضغط حتى يتم إخراج المحتجزين، لكن لا يعمل عملية تأثير مباشر بأن يكون هناك بالفعل يعني الرد عليهم بوقف هذه الحرب. نتنياهو مصمم حتى هذه اللحظة بإطالة الحرب واستمرارية الحرب حتى تنفيذ الأهداف التي يشير إليها، وهي إعادة الاحتلال المباشر لقطاع غزة، وليس فقط احتلال المنطقة الشمالية والشرقية أو منطقة خان يونس، هو معني تماما الاستمرار حتى المنطقة الجنوبية المتمثلة في منطقة رفح، وتحويل محور فيلادلفيا أو المعبر رفح تحويل المنطقة معبر كرم أبو سالم. هو يريدون ترسيخ الاحتلال المباشر برا بحرا جوا حتى يتم التطبيق على المواطنين بعملية دخولهم وخروجهم ومراقبتهم بشكل أمني وبشكل عسكري في منطقة، بالتحديد في المنطقة الجنوبية المتمثلة بين الحدود بين قطاع غزة والحدود المصرية. هذا ما يفكر فيه نتنياهو المستوى الأمني السياسي، إعادة الاحتلال. حتى هذه اللحظة التفكير في اليوم الثالث هو غير قائم حتى هذه اللحظة، رغم الضغوطات الداخلية أو الضغوطات العالمية أو الخارجية أو حتى الضغوطات بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بأن تفكر إسرائيل باليوم الثالث، لكن هو الضغط هو غير، لا يؤثر بشكل يعني مباشر ولا يؤثر بشكل أن يكون هناك رد من قبل نتنياهو بالرد على هذه الضغوطات. نتنياهو حتى هذه اللحظة طالما أن الحكومة اليمينية الائتلافية المتمثل ب64 مقعدا متماسكا حتى هذه اللحظه في الكنيست الاسرائيلي، اعتقد ان نتنياهو سوف يستمر في مخططاته طالما ان لم ينسحب بن كثير او سموتريتش من هذه الحكومه او دري او حزب الليكود. اعتقد نتنياهو ما زال قائما وثائرا في مخططاته سواء كان في قطاع غزه او الضفه الغربيه او حتى مخططاته المستقبليه في عمليه الحرب على حزب الله. نعم، شكرا لك دكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، كنت معنا هاتفيا من رام الله.